بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الرياضيات التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très 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 bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2, 5e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques CM1, pardon, ce n'est pas la CM2, c'est la CM1, 4e année. 4e année, enseignement primaire. Donc ça, c'est une leçon pour les élèves de la CM1, 4e année, enseignement primaire. La leçon, organisation des traitements des données. Organisation, تنظيم ومعالجة المعتاد. رقم 1. Voilà. La page 17, manuel de l'élève. تنظيم ومعالجة المعتاد. On est arrivé à l'exercice numéro 5. La maman de Sarah, l'homme de Sarah, a écrit dans un tableau la taille de sa fille. L'homme de Sarah, c'est pas sur un doudoul, le kama, il y a entre 50 et 15 ans. Dans le sens, c'est un constatant, on est assis, le doudoul, le kama, il y a le bint de la vie, on a le kama, il y a le bint de la vie. Donc voilà le tableau, l'âge de Sarah, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc de 5 à 15. Ici la taille. La taille de Sarah en 100 cm. Ça veut dire, lorsqu'il a 5 ans, il a 110 cm. Alors la taille en 100 cm. 6 ans, 115. 7 ans, 121. 8 ans, 126. 9 ans, 132. 10 ans, 138. 11 ans 145, 12 ans 151, 13 ans 156, 14 ans 160, 15 ni au minus. Quel c'est là? C'est le kamel ou la siba bien là bien bien. C'est ça le kamel bien. Bon, quelle est la taille de Sarah à 10 ans? Donc là bien à courir. Je connais bien le kamel, je connais le ton bien le kamel bien Sarah. Est-ce que c'est 10 ans? Donc là bien je vais le faire. On va le faire les années finales 10 ans. إذا سارة أديتون، كيلي لا تاي 138، إذا بمعنى الطول ديالها 138 سنتيمتر، بمعنى متر و 38 سنتيمتر، متر و 38 سنتيمتر، هذا هو الجدول ديال المعطيات ديال لا تاي ديال القامة ديال سارة في كل سنة، الأم ديال سارة في كل سنة، وتابعوا الدرس على سبورة أخرى. أسابيع الشرح. لا تاي دو سارة أديزون، أديزون في 10 سنوات، لا تاي ديالها 138 سنتيمتر، سا بيدير 1.38 متر. متر و 38، إذن هنا متر و 38 سنتيمتر، وهنا سنتيمتر 138 سنتيمتر. ألو، أ 6 ans، ألو كومبيان دو سنتيمتر سارة؟ A-t-elle grandi entre 6 ans et 13 ans? Regardez la question. Combien de centimètres Sarah a-t-elle grandi entre 6 ans et 13 ans? Puis maintenant, chaque centimètre, bezet Sarah, m'sni, c'est 13 ans. Alors, sni, 115 centimètres. Alors, voilà la taille de la sni. 13 ans, 15 millions, c'est au fond. إذا من 6 سنين حتى 13 عام كم عدد السنتيمترات التي زادتها هاد السارة في القامة ديالها في لاطي ديالها؟ إذا غنديرو عملية ديال الطرح 156 سنتيمتر موان 15 إيكال 41 دونك سارة أغروندي دو 41 سنتيمتر أونتر 6 عام و 13 عام بمعنى أن سارة كبرات ب 41 سنتيمتر زادت في القامة ديالها 41 سنتيمتر من 6 سنين حتى 13 عام ومن 6 سنين ملي كانت عندها 115 سنتيمتر حتى ولات عندها 156 عدد السنتيمترات التي زادتها في قامتها هي 41 سنتيمتر.
نتسنى تنظن انه التمرين مفهوم. اكزيرسيس دي زيليف اون تراسي لو غرافيك دي تمبيراتور غوليفي لور دون جورني. دي زيليف واحد التلاميذ دار واحد الرسم الديامي ديال الحراره اللي رولوفي بمعنى اللي عبروها وقاسوها خلال يوم واحد واحد جورني. كي تمبيراتور فيزيتيل ا 11 بغينا نعرف شكون هي الحراره اللي كانت في 11 وبغينا نعرفوا اكي لو اتي في لو موان شو دابا نشوفوها مجدول. اذا نتقلوا هنا ثم كاين لا تمبيراتور انا فيغ طون. اذا نمشيو للسؤال اللي كان هذا هو الجرافيك. اذا عندنا هنا اربعه عندنا لو طون اربعه درجات وعندنا هنا لا تمبيراتور. عندنا هنا لو طون اون ساعه وهنا لا تمبيراتور. اذا اربعه الساعات خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إلى غير ذلك. إذا في الأربعة كانت عندنا 800 درجة الحرارة، في الخمسة كانت خمسة، في الستة كانت أربعة، في السبعة كانت سبعة، في الثمانية كانت عشرة، في السعود كانت 11، هنا السعود ونص كانت 12، هنا العشرة كانت فيها 13، 11 كانت فيها 15، 12 كانت فيها 15. 12 كانت فيها 15 هنا 14 كانت فيها الحرارة 17 ثم 15 كانت فيها 16. إذا لكل ساعة حرارة ديالها. حنا بغينا نشوفو السؤال الأول كي تومبيراسيون فيزيتي لا 11 ماشي كل 11 هي هادي. إذا شكون هي الحرارة اللي كانت 16؟ كانت عندنا هنا 15 درجة هاي اللي كانت 15 درجة هي هادي. دير عندنا 15 درجة هاي. أكيلور أتي في لو موان شو إذا شكون الساعة اللي نقصت فيها الحرارة إلى أقصى درجة اللي عندنا فيها هنا ناقصة هي هي هادي 6 4 ديال الدرجات كانت في الساعة 6 إذا هي دونك أسيزور أسيزور فوالا أسيزور. كي لا تمبيراتور أنا فور إيدمي ألو نافور إيدمي ها هي نافور هادي زور ها إيدمي. إذا غادي نمشيو إيدمي عندنا هنا لازور فيها 11 وعندنا هنا ديزور فيها 14. اذا هنا غتكون عندنا 12 غتكون عندنا 12 دوغري سيلسيوس. اذا ها هي 12 درجه. ايفالياسيون فورماتيف اذا هنا تقييم تكويني سو غرافيم سو غرافيك سو غرافيك مونت لي بروبورسيون اون ماس لي بروبورسيون بمعنى التناسب ديال الكتل دو لا نوريتور ديستريبيي او زانيمو دان زو ديرون اون سيمي. اذا غادي نشوفو فالياسيون فورماسيون غادي نشوفوها في الجدول الاخر. اذا نسمي التمرين الو لو غرافيك مونت لي بروبورسيون لي بروبورسيون اون ماس دو لا دونا لو ميسيو ديستريبي او زانيمو دان زو دو بوان سوني. انا عندنا ما عنديش العنوان عندي هنا هاد الجزء الكبير عطيناه واحد هاد الجزء الاخر عطيناه جوج هذا ثلاثة هذا أربعة وهذا خمسة. إذا الجزء الكبير هو هذا لي ليغو الجزء الثاني هو الجزء الثاني خمسة. إذا عندنا نشوفو السؤال كي أليمون كي نو موان ديستريبي سي لو موان ديستريبي هو هذا. إذا غادي نعطيو خمسة خمسة هو لي غين هو هذا هذا خمسة. كي الأليمون كي لو بلو ديستريبي هو رقم واحد لي ليغيم هو هذا رقم واحد لي ليغيم. إذا عندو مساحة كبيرة لي ليغيم إي لي فلوي إي لا فيون. إذا إلا جمعنا لي ليغيم لي ليغيم بمعنى هذا مع لي فلوي اللي هما ثلاثة ومع لافيون اللي هو أربعة إذا جمعنا هذا كله هذا كله شنو عندنا في السؤال؟ كوريسبونتيل ا بلوس دو لا موتي واش سي سي نسب أكبر من النسب؟ نعم أكبر من النسب لأن النسب هو هذا دونك راه أكثر من النسب نعم لا موتي ا بلوس أبليس دو لا موتيو يعني واش تيساوي أكثر من النصف؟ نعم تيساوي دو لا نوميتيو ديستريبيو. إذا هنا عندنا الجواب نعم نعم. أما
اتونسيون على ليفيسيون لاتيتود. اذا انا نمشي 80 على 100، اذا كملنا ب 80 ديال لي بروبورسيون، غنمشي 80 على 100. ان مارشور ا ريليفي سون لاتيتود شاك كيلومتر دو سا روندوني. لا روندوني هي البرومونات ديك الجمله ديالو. اذا هنا هو مارشور ا ريليفي سون لاتيتود، معناها سي يكتب داك العلوم ديالو دو شاك كيلومتر، شاك كيلومتر دو سا كيلومتر، كل مسافه قطعات يكتب داك العلوم ديالو. اذا نمشيو للسبوره الاخرى ونكملوا الشرح. إذا نسمي الشرح، ألو قلنا لاتيتود هي هذا العلو، وعندنا هنا لا ديستونس أو كيلومتر. إذا هنا الكيلومتر صفر، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة كيلومترات، ثم لاتيتود أو متر، لاتيتود أو متر، 700، 720، 400 غيرها. إذا عندنا هنا صفر، عندنا فيه 720، ثم عندنا هنا 750، ثم عندنا هنا 820، ثم عندنا 840، ثم عندنا 880، ثم عندنا 920، ثم عندنا هنا 890، يا بنيس هنا، ثم عندنا هنا 840، ثم عندنا هنا 790 النصف، ثم عندنا هنا النصف ديال 820 830، ثم عندنا هنا كذلك 670 النصف. إذا ديكول لي مسافة علو. ألو أكيل كيلومتر إتيتيل أو سانتيام كيلومتر؟ إذا بغينا نشوفو شكون هو أكيل كيلومتر إتيتيل أو سانتيام أكيل أتيتيل. À quel kilomètre, hein, kilomètre était-il au septième? Était-il au septième? Alors, kilomètre 7, maintenant l'altitude de l'Aloïa, c'est le Chihata. À quelle altitude était-il au septième kilomètre? Il y a un kilomètre 7, on a une altitude, il y a 840. Il y a 840. متر، غادي نقول لك أكيل كيلومتر، إذا هنا الأرض، أكيل متر، أكيل أتيتود، أكيل أتيتود، إتيتيل أو سيتيام كيلومتر، يعني تيكون في الكيلومتر 7 غاتكون 840 متر، أكيل أتيتود ماكسيمال إتيل نومي، ألو كيل إلا الأتيتود ماكسيمال، الأتيتود ماكسيمال هي إذا عندنا 920، 920 بمعنى في المسافة 5، المسافة 5، لا ديسطونس 5، لو 5 كيلومتر كانت عندو لاتيتود 920، كاين لا ديفيرونس لاتيتود كونتر لو دوزيام كاين لو كاتريام، كاين لاتيتود كونتر كاين لا ديفيرونس كونتر لاتيتود كونتر لو دوزيام، لو دوزيام كاين لو كاتريام، ها لو دوزيام، ها لو كاتريام، لو دوزيام فيه 820، لو كاتريام فيه 880. Alors, à quelle est la différence entre l'altitude entre le deuxième et le quatrième? Donc, le deuxième kilomètre, donc le deuxième à 920, le quatrième à 920, la différence c'est 920, naqis 920, il y a 60 mètres. Il y a 60 mètres. Consolidation, plus de la moitié des élèves du jour en football. Voilà le football. Le basket, un quart. Donc voilà le un quart. Voilà le un quart.
c'est la danse. Donc, premièrement, le football, deuxièmement, le basket, troisièmement, la danse. À quelle température faisait-il à 17h? Alors, donc ici, nous avons la température. Ici, nous avons le temps en heure. Le temps en heure. Alors, nous avons 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça, c'est l'heure. Ici, nous avons 10, 15, 20. Ici, nous avons 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Alors, à quelle heure faisait-il? Faisait-il à 17h? Alors, voilà, 17h. Alors, nous avons 15, 16, 17h, voilà. Il faisait combien? 14. Il faisait 14. Voilà la température. Hein? La température, c'est 14 à 17h. Nous avons ici 17h. Voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo.